تظهر الأزمة اللبنانية ببعد إقليمي ودولي واضح، وهي لا تنفصل عما يجري في المنطقة. ليس تفصيلا تفجر الأزمة مع السعودية ودول الخليج، فيما المفاوضات النووية تستأنف نهاية الشهر الجاري. فبينما يقف البلد على مفترق خطير في ظل انهيار الأسابق له، تتضاعف المخاطر على الوضع اللبناني نتيجة الأزمات المتناسلة على غير صعيد الأمنية والسياسية. وجاءت الأزمة مع السعودية ودول الخليج لتعصف بكل المقاومات في البلد. في حديث بيروت اليوم، قراءة سريعة وتحليل سياسي للمشهدية اللبنانية مع المستشار الدكتور نبيل بوغنطوس، الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. بداية، ما هي القراءة الأولية للواقع اللبناني في ظل حكومة معطلة والتحقيق في انفجار المرفأ يعني يغالب محاولات التطويق وطلب تنحية المحقق العدلي، فيما تداعيات حوادث الطيونة تؤدي إلى مزيد من التعبئة الطائفية والتشكيك بدور القضاء؟ نحن نلاحظ في الأسابيع الأخيرة أن هناك صراعا كبيرا بين التسويات وبين التفجير. هناك محاولة لفرض تغيير على الساحة اللبنانية، وإن لزم الأمر سيتم هذا التغيير بالقوة، لأن نتائج الانتخابات لن تكون بالنسبة للبعض كافية لفرض التغيير المطلوب. نحن نتوقع أن تكون الأشهر الأولى من العام المقبل 2022 هي بداية أو مؤشرات التغيير المطلوب. نحن نلاحظ أن الانتخابات النيابية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية لن تكون بقادرة على تغيير المشهد على الساحة اللبنانية، في حين أن المطلوب اليوم من اللبنانيين شعبا وحكومة أن يقرروا إلى جانب من سيكونون، هل إلى جانب دول الممانعة أم إلى جانب الدول السائرة بعملية التطبيع. يعني أيضا كما تعلم دكتور نبيل، الانقسام اللبناني بلغ ذروته والمشكلة باتت أبعد بكثير، فهل من جدول الاتصالات الداخلية حتى تتوفر ظروف مواتية تعيد التوازن وتسمح برعاية إقليمية ودولية لإعادة ترتيب البيت اللبناني؟ نحن نعلم جميعا أنه عبر تاريخنا المعاصر عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي تتم من خلال الرعاية الإقليمية والدولية، وإن كانت عملية التغيير تتم على السخن على الساحل، لكن هذه المرة قد لن ينجحوا في فرض التهدئة لأن المطلوب عملية تغيير كبيرة. يبدو أن المشهد تغير والصراع بات مكشوفا، وقد قرر الفرقاء اللاعبين على الساحة اللبنانية أنه بحاجة إلى مرة أخيرة ووحيدة فرض التغيير في لبنان. فإذا عليه أن يقرر إما أن يكون من ضمن الدول الممانعة أو من ضمن الدول التي ستلتحق بركاب المطبعين. نعم، وهل باتت برأيك حكومة ميقات اليوم تترنح ضمن معادلة الدعم الخارجي لبقائها وتفعيلها من جهة، والشلل الداخلي الذي فرض يعني عليها جراء مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي من جهة، مقابلة الأمر الذي يعني يرسم ظلال الشكوك والغموض حول مدى صمودها؟ من حيث المبدأ، أنا حكومة معطلة وباقية معطلة في الفترة المقبلة، يبدو أنها باقية فقط كمظهر فولكلوري. لن تقوم لا بإصلاحات ولن يكون بإمكانها القيام بأي إصلاح. لن يكون لها إنجازات تذكر أو تسجل لها، وقد لن تكون قادرة حتى على إدارة انهيار في البلاد وصولا إلى التغيير الذي يراهن عليه اللاعبون الإقليميون. الحكومة تقف في الوسط. صحيح أن رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي يرغب بأن يكون له دور كبير، أن تتمكن هذه الحكومة من لعب دور مهم في التغيير، في فرض القيام بإصلاحات، في تحسين حياة اللبنانيين إلى آخره، لكن يبدو أن الضغوطات الإقليمية والدولية أكبر بكثير من الفرقاء المحليين. نعم دكتور روي، هل ثمت استدارات يعني خارجية نحو لبنان من شأنها أن تعيد من جهة المظلة الدولية فوقه ولو نسبيا، وأن تدفع بزخم المحاولات التي تعهدت الحكومة الجديدة القيام بها لاستقطاب الحد الأدنى من تعامل دولي معقول مع لبنان؟ سيدتي، في هذه المرحلة هذا الأمر بات في مجال التمنيات، بمعنى أن الغطاء الدولي للبنان والمظلة التي كانت تمنع تفجيره قد
وزحام. هناك تحول يبدو سريع إلى ساحة منخرطة في صراع المحاور. هناك فريق لبناني أخذ لبنان إلى داخل هذه الساحة، والفريق الآخر لم يكن بإمكانه منع هذا التحول، والرئيس القاضي ولم يوفر أي جهد يساعد في إنجاع الاتصالات الدولية، لكن هذا الأمر لم يعد ممكنا حاليا. أيضا يعني دكتور نبيل، أمام معالم الحركة الدبلوماسية النشطة المتصاعدة التي كانت بيروت على موعد معها، بالتالي أي نتائج لهذه الإطلالات التي يعني يخشى أن تكون ظرفية ولا تبعد عن إطار إطلاق مواقف مبدئية لا تبدل شيئا في الواقع الكارثي للبنان؟ لا يمكن لنا أن ننتظر الكثير من هذه التحركات. الحركة الدبلوماسية النشطة والتي نشهدها حاليا لن تغير شيء في الواقع الداخلي في لبنان. الواقع الداخلي في لبنان واقع مأزوم جدا ومنقسم ومشتت، وهو يتجلى في هذه المرة وهذه المرحلة بهذا الشكل القاسي وهذا الشكل الواضح. يبدو أن كل من الأفرقاء الداخليين حتى وصل إلى قناعة أن الساعة أتت ليحاول وضع يده على البلد، وكلنا يدرك أن هناك فريقا كبيرا وقويا ومسلحا يحاول أن يضع يده هو مباشرة على هذا البلد والالتحاق بالمحاور في المنطقة. يعني يمضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمثابرة والإصرار على محاولته لإقناع القيادة السعودية بالمساعدة والتدخل لدعم لبنان، ولكن ما هي الأسباب التراكمية للتصلب السعودي حيال لبنان؟ الرئيس الفرنسي يريد أن يلعب دورا وسطيا إذا أردنا أن نقول بين لبنان والسعودية ولبنان والسعودية وإيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية ليسجل له نقاط في أهداف مهمة، لكن القيادة السعودية لم تعد تقبل بإنصاف الحدود. هذا واضح، ولن تقدم على مساعدة لبنان أو تقديم أي شيء له، خاصة في مجريات الأحداث التي نعيشها حاليا، لأنها تريد قرارا واضحا وصريحا من قبل الحكومة. علينا الحكومة اللبنانية اليوم أن تقرر لما جانب من تقف. لم يعد مقبولا انصاف الحلول، لم يعد مقبولا ترداد المقوله القديمه هي النائب النفس، وهو عمليا غير موجود. لا يمكننا ان ننسى ان السعوديه ترى ان الرئيس عون وصهره الوزير السابق جبران باسيل وكرئيس التيار الوطني الحر هما جزء من المنظومه التي يسيطر عليها حزب الله، وهذا هو هذه هي نظرته هذه الأمور وهذا هو موقفه، وبالتالي لن تقدم هدايا لأحد. دكتور نبيل، نعم تفضل. طوال عقود من الزمن قدمت الكثير للبنان للشعب اللبناني في كل الأحداث التي مرت، في كل الأحداث التي تعرض لها هذا الشعب، الاجتياحات الإسرائيلية، المعارك الداخلية بين اللبنانيين إلى آخره، لكنها وصلت إلى قناعة أن الحكومة اللبنانية لها أن تقرر حالياً إلى جانب من ستقف. وبرأيك إلى جانب من ستقف الحكومة اللبنانية؟ نحن كما قلنا بانتظار التغيير المطلوب، وهناك كثيرون ينتظرون تحولا ما، لكن يبدو أن الأمور ستتجه باتجاه التصعيد أكثر فأكثر. قبل الختام دكتور نبيل، يعني تبنى اليوم أمال ساعات التغيير بالانتخابات النيابية المقبلة انطلاقا من التعويل على الاغتراب اللبناني، وإذ تقفل مهلة تسجيل المغتربين ب 20 تشرين الثاني، فهل ترى حقا أن هناك رهان على الاغتراب انتخابيا ومضاعفة عدد المسجلين؟ أستطيع أن أقول أن الكثيرون يعتقدون أن الانتخابات ستكون مفتاح التغيير، لكن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا. لاحقا الانتخابات الرئاسية ستكون ترجمة لنتائج الانتخابات النيابية، لكن لن يكون هناك تأثير كبير جدا للمغتربين. هذا الأمر فيه الكثير من الغلو، لأن من غير المعقول أن يتمكن الاغتراب من تغيير النتائج. نعطي مثل، مهما ارتفعت نسبة المشاركة حتى اليوم نسبة المسجلين من المغتربين بلغت 75 ألف، في العام 2018 بلغت 85 ألف. لن نستطيع أن نقول أنه من الآن وحتى 20 من الشهر قد نصل إلى رقم
قريب من 130 ألف أو 150 ألف مسجل، إنما نسبة إلى المغتربين اللبنانيين الموجودين حاليا في العالم، إذا تحدثنا وقلنا أنه مثلا البرازيل فيها 7 ملايين من أصل لبناني، شو بيمثل الرقم 130 ألف من أصل 7 ملايين؟ صحيح. مثلا الأعداد مثل ما عم نحكي هلا، أنه جد خجولي لا تذكر نسبة إلى أعداد المغتربين الموجودين حول العالم، وبالتالي سيكون تأثير المغتربين محدود جدا. الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية الدكتور نبيل بوغنطوس، بدي أتشكرك على هالمداخلة. أهلا وسهلا.